السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في القناة ديالي الساكنة. اليوم فيديو جديد، وصفة جديدة اللي هي كيكة بالتفاح ولي زاموند ايفيلي. كتجي رائعة وكتجي زوينة بزاف بزاف. إلا عجبكم الفيديو خليو لي لايك وتعليق وبارطاجيو لا فيديو مع الاحباب والاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده. ولا كنتو اول مره كتزوروا القناه، ضغطوا على زر الاشتراك، ابونيو سبسكرايب وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد مطبخي. وما تنساوش تشاركوني الصور ديالكم او التطبيقات ديالكم عبر صفحتي بالانستغرام ديالي السكينه. ودابا غادي نخليكم مع مقادير وطريقه تحضير وفرجه ممتعه. بالنسبه للمقادير ديال الكيكه بالتفاح والشوكولاط، غادي نحتاجو ليها 3 ديال البيضات كبارين، غادي نحتاجو 2 ساشي ديال الخميره. هنايا كيف ما كتشوفوا معايا كاس كبير ديال العنبه، استعملت غير النص ديالو ديال الزيت، وهنايا نص كاس ديال السكر. فالوصفه راه فيها كاس. بالنسبه للحلاوه راه كتبقى على حساب الذوق ديالكم. هنايا عندي كاس ديال الكريمه، وهنايا 2 المعالق كبارين ديال الكاكاو، وجوج تفاحات، وثلاثة الكيسان بالكاس ديال العنبة ديال الدقيق مغربل. غادي ناخدو دابا 3 البيضات، هنا كيفما كتشوفو استعملت بيض كبير، لا درتو بيض صغير كتستعملو 4. غادي نضيف معاهم قبيصة ديال الملحة، وغادي نزيد نص كاس ديال السكر ولا كاس ديال السكر على حسب الذوق ديالكم. غادي نخلط مزيان، كيف ما كتشوفوا بعد ما خلطتهم غادي نضيف الزيت، وانا سنخلط. غادي نضيف دابا كاس ديال الكريمه، صافي. بعد ما كنخلطو مزيان غادي ندوز هنايا، غادي ناخد الخميره والكاكاو، 2 ساشيات ديال الخميره، وغادي نضيف معاهم قليل من الخميره، صافي. وغادي نضيف معاهم الدقيق بهذا الشكل هذا. تقدروا تخلطوا الكل، انا غادي نضيف شويه بشويه. هنايا درت 2 معالق ديال الكاكاو مع 2 ساشيات ديال الخميره مع قليل من الدقيق، وغادي نغربل الكل. صافي، وغادي نخلط الكل مع بعض. غادي نبدا نضيف الدقيق بشويه بشويه، وعينكم ميزانكم، واخا 3 ديال الكيسان كتبقاو كديروا بشويه بشويه باش ما على حسب النوعيه ديال الدقيق اللي عندكم. العجينه ديال الكيك راه معروفه كيفاش كتكون. صافي، غادي ناخذ الخليط ديالي، هذا هو الخليط اللي كنحصلوا عليه. صافي، غادي نصبو في المقلة اولا في شي مول كتبغيوه، اي مول بغيتو ديروها فيه ماشي مشكل.
هاد الاثناء هذه كنكون مسخنين الفران، منين كندخلوا ليه الكيك ديالنا كنعاودوا نقصوا منه، نهبطوا درجه الحراره لاقل درجه وكنخليوها كطيب على المهل. صافي بعد ما كنسرحوا الوجه ديال الكاطو ديالنا بهذا الشكل هذا، كناخذ التفاح كنقطعوه، اما تحيدوا ليه القشره ولا تخليوها ماشي مشكل. كنحطوا التفاح بحال هكا واقف، بعد ما كنكملوا الدور ديالنا بالتفاح بهذا الشكل هذا، غادي ناخذ حبات ديال حبل الملوك معسل غير القليل، انا كانوا بقاو ليا من الكاطو اللي خدمت، نستغلو ونزينهم بهم بهذا الشكل هذا. صافي غادي ندير لي زاموند ايفيلي حتى هو غادي نزين بيه. صافي غادي نزين بحبيبات الشوكولاته بهذا الشكل هذا، اولا الا كان عندكم الشوكولاته طريفات صحاحين تقطعوه وتزينوا به بهذا الشكل، تزيين بسيط وسهل في متناول الجميع. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. انا دابا غادي ندخلها للفران اللي سخنته من قبل حتى كطيب. فبالنسبه للفران على عافيه مهيله كنخليوها كطيب تقريبا من 20 حتى 30 دقيقه. الا كنتو غادي ندخلوها الفران ديال الضو غادي تخليوها طيب على 150 درجه غير من التحت، ومنين تقرب الطيب هذا كتشعلو عليها من الفوق، وانا غادي ندخلها طيب حتى تكمل طياب. كان هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا بعد ما تنخرجوه من الفران، كنخليوه حتى كيبرد وكيتقدم بالصحه والراحه. نتمنى انكم تجربوه هنا الاستحسان ديالكم. فبالنسبه للزياره تيبقى على حسب الذوق ديالكم، تقدو جناب اللي فيهم تفاح تقدو تزينوهم بالناباج اولا بالمربى، وفي الوسط تيبو دغيو عليهم شويه ديال سكر غلاس. وبالنسبه للزياره على حساب الذوق، نتمنى انكم تجربوها وتنال الاستحسان ديالكم. فما تنساوش تدعموا القناه بلي لايك وبلي بارطاج، وعيدكم مبارك سعيد وكل عام وانتم من الله اقرب.